قديم وجديد. مشاهدينا مثل ما كلنا نعرف ان اي مشكله مهما كانت كبيره اكيد لها حل، ومثل ما يقول المصريين كل عقده ولها حلال، تحديدا المشاكل اللي تدور في البيت ما بين طبعا الزوج والزوجه في العائله الواحده. لكن مشاهدينا خلينا نتعرف اكثر كيف ممكن نتعامل مع هذه المشاكل ونحولها من مشكله كبيره الى بسيطه جدا. التفاصيل بتكون مع ضيفتنا الاستاذه هيفا صفوق، الاخصائيه الاجتماعيه والكاتبه في صحيفه الحياه. مساء الخير من جديد استاذه هيفا، وحياكي مره ثانيه في سيدتي. اهلين حبيبتي فيك، واهلين في المشاهدين كمان. شوفي، كلنا نتخيل ان الحياه ورديه يعني وان ما في مشاكل، لكن المشاكل هل هي فعلا جزء من الحياة ويفترض الشخص يتعلم يتعامل معها؟ صحيح، هو المشاكل موجودة، وقبل أن نقول مشاكل هي الخلافات إلا تحدث، يعني في العلاقة الزوجية أو في علاقة الصداقات أو حتى العلاقة المهنية أو العلاقات الاجتماعية لابد أحيانا يصير الاختلافات، أو بين الأم وبنتها، بين الأب وابنه، كله بيصير موجود هو، لكن تكرارها واستمرارها دائما وممكن تؤدي إلى عوائق في حياة الزوجين. هنا تصير مشكلة لما تتكرر أكثر وتصير تأثر على حياتهم أكثر. طب إيش أهم أسباب هذه المشاكل؟ يعني لو نجي نحن للمشاكل الزوجية، أكثر أول شيء الحكم السريع دائما رنيم، لما تشوفي تحدث المشكلة على طول يصير الحكم عندنا، الغضب يمتلك الواحد على طول، يصدر الأحكام بسرعة على طول، مثلا يهاجم، ما ينصت ولا يسمع للطرف الآخر، فتلاقين خلاص يدخلوا في دائرة من الصراع والمشادات الكلامية وتكبر المشكلة. طبعا من ضمن الأسباب عديدة وكثيرة، في أسباب يعني من الشخص، من الزوجين نفسهم، وفي أسباب لا، أحيانا يكون اختلاف في تربية الأولاد تأثر عليهم، أحيانا تدخلات الأهل، أحيانا تدخلات الأصدقاء. أخطر شيء لما يكون هناك في اختلافات فكرية ومفاهيم للحياة تكون مختلفة، يعني هو طبيعي أنه كل إنسان يكون مختلف عن الآخر، لكن لما يكون في جاب، في بعد كثير، هنا تولد مشاكل بينهم أكثر، مثلا تصير حادة أكثر. الأسباب مختلفة، لكن السؤال طبعا طالما هي سنن وجزء من الحياة يكون في مشاكل وأسبابها ممكن تطلع من تحت الأرض أحيانا، لكن أنا كشخص كيف يفترض أتعامل مع المشكلة؟ دائما أنا أقول تخيلوا المشكلة لما تحدث، تخيلوها زي الدائرة بعيد، يعني خلينا نحن برا وخلي هذه المشكلة قدامنا، نتأمل المشكلة، نشوف هذه المشكلة وين مصدرها؟ طيب متى جت؟ هل مثلا هذه المشكلة تتكرر كل أسبوع؟ هل تتكرر كل شهر؟ طيب، وبعدين نتعرف نحن على أسباب المشكلة، جذور المشكلة، من وين جت هذه المشكلة؟ هل هي مشكلة داخلية بيني وبين زوجي؟ هل هي مشكلة من عوامل خارجية؟ زي ما قلنا قبل شوي عددناها مثلا، وبعدين نحن نشوف هذه الأسباب ونحط حلول لكل سبب من المشكلة يعني. لكن النقطة الأهم أني دائما أذكر نفسي أني أتعامل مع المشكلة أني أنا شخص وإن خارج هذه المشكلة، أيوة، أنظر لها بمنظور مختلف. أيوة، تعرفي يعني رنيم ليش؟ أنت لما تكوني برا بتصيري موضوعية أكثر، وبيصير ما في حكم مسبق على المشكلة، وبتشوفي المشكلة أنت، يعني لأنه نحن شراكة بين اثنين، مش مهم أنا غلطانة ولا زوجي غلطان، لكن عندنا مشكلة تخص أنا، تخصني وتخص زوجي، لما أنا أكون برا حشوفها بموضوعية، ما حيكون حكم لصالحي أو حكم لصالح مثلا الطرف الآخر، خلاص نحن ننظرها بموضوعية. بعدين أيضا كمان في المشكلة لما أشوف، أنا أشوف دوري في المشكلة، هل كنت أنا مساهمة في المشكلة؟ هل أنا حواري كان جيد؟ أو كنت أنا أسلوبي كان مستفز للطرف الآخر؟ هل أنا أعطيت فرصة للآخر أستمع رأيه في المشكلة؟ لذلك لابد نحن نشوف المشكلة من جميع الجوانب. شوفي، بحسب المختصين شرواكي إن في مهارات للتعامل مع المشكلات الزوجية. فعلا في مهارات، ولا في بالله يعرفينا على بعض هذه المهارات؟ أي طبعا، أول شيء وقلناه حتى في الحلقة اللي راحت، الاحترام. لابد يكون الاحترام المتبادل بين الاثنين، احترام الرأي، احترام الحرية الشخصية، احترام المساحة، حتى لو بيني وبين الطرف الآخر في اختلاف لابد يكون في عنصر الاحترام. الشيء الثاني، لابد القرارات اللي ناخذها أنا وزوجي لابد تكون قرارات مشتركة بيننا، متبادلة بيننا، شيء يخصني وشيء يخصه، ونجتمع على قرار واحد منفعة لي ولزوجي. أيضا كمان نبحث نحن بالتواصل إيش أوجه الاتفاق بيني وبين زوجي، ليش نحن دائما نركز بس على السلبية؟ طيب هل أنا وزوجي عندنا هواية مشتركة؟ هل نحب شغلة معينة؟ ليش ما ننميها ونكبر هذه المساحة؟ طب عندنا شوية استفسارات مثلا في تحديدا للرجال، هو يعني الرجل هو المتاح له هالشيء أكثر، إذا صارت مشكلة في البيت يطلع، ممكن يختفي ساعة ساعتين إن تهدى الأمور. هذا نوع من أساليب الحلول ولا لا؟ ممكن هذا يخلي المشكلة أكبر. هو دائما حتى وكويس ذكرتيني في هالنقطة، لما تحدث المشكلة إذا نحن منفعلين طيب أصلا المفروض ما ندخل في المشكلة، نهدي لين يجي وقت آخر، يعني وقت ثاني، مو نتركها نراكمها، لكن ممكن بعد ساعة بعد ساعتين ممكن ثاني يوم. بطبيعة
طبيعه الرجل لما تصير المشكله يهرب، وهو مو هروب، اذا ساعه ساعتين عشان يهدى الوضع شوي في البيت، لكن اهم شيء بعدين اذا هدوا لابد يوقفوا ويشوفوا المشكله ويواجهوا المشكله، ما يبعدوا ما يهربوا منها على طول. طب في اسلوب ثاني في ازواج يعني، وصراحه اقتراح جميل يعني، ان في حال وقت المشكله يغيروا الموضوع تماما، يسووا اي شيء ثاني مشترك او كل واحد الوحده يعني حسب اذا الشخص متحمل الطرف الثاني ولا لا، الى ان مثلا تهدى الامور وبعدين يتكلموا في المشكله مره ثانيه. هذا الاسلوب صحيح؟ والله يعتمد كمان، لانه ممكن الطرف الاخر يفهمك انك قاعده انت ما تنظري للمشكله اهميه، ممكن الزوجه تيجي تكلم زوجها وهو بحسن نيه انه يحاول يحط مثلا موضوع ثاني او يجيب شغله، هي ممكن تفسر من عندها انه مو مهتم فيني، ما قاعد يبحث معي في المشكله. فدائما الصراحه حلوه انه انا مثلا انا ممكن يقول لها انا متضايقه الان، خليني اهدى شوي، اوضح رسالتي، خليني اهدى شوي وبعدين ان شاء الله نتباحث انا وياك في المشكله. طيب طالما تكلمتي بهذه النقطه يعني ان كل شخص طبعا له طريقه تفكيره، لكن هل يفترض فعلا الشخص اذا عنده احساس معين يقوله للطرف الثاني او لا؟ طبعا الصراحه، لكن حتى يا رنيم الصراحه لما نقول صراحه ما يتوقعوا المشاهدين ان الصراحه تيجي باللوم ولا العتب او بالهجوم، الصراحه اللبقه، الصراحه المرنه، الصراحه بكلمه الطيبه وحسن النيه للطرف الاخر. طب خلينا نعطي نصائح سريعه لمشاهدينا اللطيفين المتزوجين علشان ما يكون في مشاكل في بيوتهم. نحن زي ما قلنا من كل الحلقات اللي راح، الصراحه مهمه، التفاهم تقارب وجهات النظر مهمه، عدم تراكم المشكلات فترات طويله عشان بتاثر على الاشياء على نفسيه الزوجين، وزي ما قلنا الصراحه والتفاهم والحوار المناقشه ايضا، حتى رنيم الحلول اللي نحن نقدمها للمشكلات، اذا شفنا المشكله متكرره وحطينا حلول مو كل مشكله نكرر نفس الحلول، خلينا نحط حلول جديده يعني ما وايضا كمان حتى المشكلات اللي مثلا تكون عندنا ما ناخذ كل مشكلاتنا نبغى نحلها بيوم واحد او بساعه واحده، نقسم مشكلاتنا نحن على حسب الاولويات، ابدا بالاولويه والمهمه، احل هذه المشكله بعدين ابدا بالمشكله اللي بعدها. اكيد طبعا استاذه هيفاء، اكيد هي نوع من سنن الحياه المشاكل، لكن هذه السنن مو مفروض تكون كل يوم، صحيح؟ صحيح طبعا، ايوه، وهذا هو الفرق لما نقول لك مشكله دائمه مستمره او مشكله بين فتره وفتره. جميل جدا. استاذه هيفاء صفوق الاخصائيه الاجتماعيه والكاتبه في صحيفه الحياه، شكرا لك. ومشاهدينا فعلا مثل ما قالت أستاذة هيفا، هي سنن لكن مو مفروض تكون مستمرة، ونأخذ أمور ببساطة، إذا كبرناها تكبر وإذا صغرناها صحيح تصير أبسط. مشاهدينا مستمرين في فقراتنا لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، الجداويون يحتفون بالمدينة التاريخية بمناسبة يوم التراث العالمي،